يعطيك العافية سلامة. نص شغل سلامة في المطبخ في شهر رمضان هو تحضير الحلويات المختلفة، وما في شك إن نسبة استهلاك الحلويات ترتفع 200% في شهر رمضان المبارك. وأقدر أقول يا سلامة إن أكثر الناس اللي يشتكون من زيادة وزنهم في رمضان يأكلون وايد حلويات. أكيد أنا ما أقول إن نحرم أرواحنا، لكن ضروري الاعتدال في أكل الحلويات ونحاول نلاقي بدايل نخفف نسبة السكر والنشويات والدهون. خليني أعطيك مثال يا سلامة عن الكاسترد المهلبية اللي الأطفال وايد يحبونهم. غناهم بالحليب يعطيهم قيمة غذائية عالية، لكن ممكن اختيار الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم. وبدل ما تشترين هالحلويات بنكهات صناعية تقدرين تسوينهم في البيت، ومع نكهات طبيعية مثل ماي الورد الزعفران، وتزيدين عليهم فواكه طبيعية مكسرات غير مالحة. وعندنا بعد حلوى الساقو الشعبية اللي صراحة ما فيها قيمة غذائية عالية، لكن ممكن نحسنها بإضافة الحليب قليل الدسم، زيادة المكسرات، واستخدام العسل أو الدبس بدل السكر. وخبريني إذا العيال حبوها. مبارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.